قد أقبل وقال السلام عليك يا الله وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا الله إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إنا جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتزد لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد ددت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا الله فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا.